ياك نعم مش مجوز دابا تقريبا شي 10 سنين دابا جاودين مشكل الحب في الحياة الزوجية ولا وا سيدي اش غادي نقول لك في ايامات الاولى كيكون الحب كيكون الحب زوين وكلشي كيكون على ما يرام ولكن ف ملي كيطول العشرة كيولي شوية تقل الاحترام وانا دابا حاليا راه واقع ليا نيت انا مشكل انا نيت بنفسي نيت كنت كنبغي المرأة وتبغيني وكانت الامور غدا مزيانة ولاني دابا حاليا دابا ولات صافي ولات بيناتنا شي كراهية لا حول ولا قوة الا بالله العظيم ما فهمتش هادشي كيفاش انايا ما فهمتوش انايا ما كنت نبغي المرأة وتبغيني ولكن دابا راه حاليا دابا راه عيانيت غضبانة ليا ما خليت فين مشيت فاميلا كاملة ديتها كلشي ديته وما بغاش تحشم والو ديك النهار راه حاليا مدة تقريبا شي 3 شهور رد ليا السعادة القاضي الله يحكم في المحكمة الموقرة واحترموني هذوك الناس وردوها في اجل تقريبا يومين ورجعت ضربت تقريبا معايا شي 3 شهور تقريبا وتبردات الوقت وعاود ثاني هي تغضب مني غضبات صافي مشيت ثاني ديت الوالد والوالده وما استقبلونا ديت القفه وديت اللحام وديت كلشي داكشي كلشي دخلوه وخلونا باركين برا على الحجر الوالد ما استعملوش الوالده كانت تقول لها امي حليمه دابا ولات حاليا كتقول لها حليمه لا حول ولا قوه الا بالله العظيم العيالات واعرات العيال نقول لك اخويا اللي كاين العيالات واعرات وحنا ما نشكروش حنا راسنا حنا رجال العيالات تبغى القانون ما عندنا ما نقولوا والله يدير شي تاوي ديال الخير دابا الناس اللي باغيين يتزوجوا صغار تقول لهم دابا هاد الناس اللي باغيين يتزوجوا صغار تقريبا انا حاليا مشيت للمحكمه كنشوف هذاك الشيء لا اله الا الله صافي كيتزوجوا صافي كيولدوا كيوليو كيقلبوا على المشاكل صافي المحكمه دابا ولات عامله بها المشاكل دابا العيالات ديال بكري راه ماشي هما ديال دابا دابا ديال دابا ولات صابغه الفاره ومعلقه وبزاف ديال الحوايج واش المراه اللي باغا تصبر لك غتلبس السلوه ديال الجين واش المراه اللي غادا تعجل لك غادا دير الماكياج الفاره ومديرها ما كاينه ديال برا كاينه الخبز ديال برا كاين مش هذاك الشيء البلدي اللي كنا نعرفوه كان بنادم الطياب قال لي الفياق بكري بالذهب المشري دابا حاليا ما بقاش يفيق بكري دابا ولا ما تفيق لك دابا حتى الربعه حتى الخمسه مشكله مع العيالات دابا ما مهلينش فينا حنايا حاليا والو حاليا ما مهلينش فينا ما بقاوش هذوك العيالات ديال بكري ما بقاوش هما ديال دابا بالنسبه لي انا بالنسبه لي حاليا انا دابا كاردين انا شايف ولات كلشي كيتشكاو من جهه العيالات انا ما عليهم غير بالصبر الصبر هو اللي كاين والله يدير شي تاوي ديال الخير للجميع